تتطور برامج الدردشة التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل فائق للغاية، وتغير معها نمط وأسلوب حياتنا، كما فعلت مواقع التواصل الاجتماعي. وبالرغم من بعض سلبياتها، إلا أنها لا تزال تبهرنا. فما هو مستقبل هذه البرامج، وإلى أين وصلت في رحلتها المذهلة؟ باختصار إليكم التفاصيل. تتحاور برامج الدردشة معك وتجيب على أسئلتك، كما أنها تترجم وتشرح مفاهيم علمية معقدة، وتكتب مقالات وقصائد ورموزاً رقمية في البرمجة، معتمدة على خوارزميات تقوم بتحليل عدد هائل من البيانات. باختصار، إنها روبوتات آلية تعمل بصورة تشبه الدماغ البشري، لذلك تشعر وكأنك تتحدث مع إنسان مثلك. يندرج عملها ضمن ما يعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أي أنها تنشئ محتواً جديداً تماماً، سواء كان نصاً أو صورة أو حتى شفرة برمجية، بمعنى أنها لا تأتي بنص كتب مسبقاً. لعل أبرز هذه البرامج هو تشات جي بي تي الذي أطلقته شركة أوبن آي إي عام 2022. كانت تلك اللحظة محورية، لأنها أتاحت للأفراد التفاعل معه لأول مرة، على خلاف نسخه السابقة التي كانت حبيسة المختبر. ونظراً للرواج الكبير الذي حققه، طرحت الشركة نسخة جديدة منه، وهي تشات جي بي تي 4. كما بدأت شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التنافس فيما بينها، ليشهد عام 2023 طفرة في تلك التقنية. شابت هذه البرامج بعض من العيوب، لكنها واصلت رحلة الإبداع، فأطلقت شركة جوجل برنامجها بارد، ثم استبدلته بنسخة محسنة تحت اسم جيميناي. فدعونا نشاهد قدراته، فهو ينظر ويسمع ويتكلم. حسناً، أخبرني ماذا ترى؟ أراك تضع ورقة على الطاولة. وماذا عن الآن؟ أرى خطاً متعرجاً. ماذا عن هذه؟ يبدو لي وكأنه عصفور. وماذا لو أضفت هذا؟ العصفور يسبح في الماء، لديه رقبة ومنقار طويلان، وهو بطة. هنا يمكنك أن تقضي وقتاً للتسلية معه. تريدني أن أبحث عن الورقة تحت الكأس، وأنا جاهز للتحدي. الورقة تحت الكأس على اليسار. جميل، ويمكنه أن يقدم لك نصيحة أيضاً. إلى أي جهة يجب أن تذهب البطة؟ الذهاب يساراً يقودنا إلى بطة، وهي صديقة. أما الذهاب يميناً يقودنا إلى دب، وهو عدو. من الأفضل أن نكون أصدقاء وليس أعداء، لذلك يجب أن تذهب البطة إلى اليسار. اختيار موفق. كما يمكن أن يكتب لك نصاً لا يمكن تمييزه عن النص المكتوب بواسطة الإنسان. فهنا في إندبندنت عربية تكتب لنا برامج الدردشة مقالاً أسبوعياً، نحدد نحن موضوعه ثم ندخل التغييرات اللازمة. لابد وأنك ذهلت بقدرات الذكاء الاصطناعي الذي تم توظيفه في قطاعات عدة، منها خدمة الزبائن والتعليم والمال والأعمال والرعاية الصحية والتسلية، والقائمة تطول. ولكن ما هو مستقبل هذه البرامج؟ لا توجد معلومات دقيقة عن الخدمات الجديدة التي ستقدمها، ولكن مما لا شك فيه بأنها ستصبح أكثر ترسيخاً في حياتنا اليومية، وسنعتمد عليها بشكل كبير، كما أنها مهيئة لمزيداً من التطور مع التركيز على أمور عدة، من أهمها الحرص على عدم نشر المعلومات المضللة والأخبار المزيفة وانتهاك الخصوصية. ومن المرجح أن تركز الحكومات على تعزيز قدراتها السيادية في مجال الذكاء الاصطناعي، ووضع القوانين التي تضمن سلامة الأمن السيبراني. لذلك يجب علينا الحذر، فلا يجب إطلاعها على إصرارنا على الإطلاق، كما أن هذه البرامج قد أثرت في حياتنا سلباً، لا سيما في مجال العمل. فإذا كانت كتابة المقال مثلاً تستغرق الصحفي 4 ساعات، فإن تشات جي بي تي ينجزه في أقل من دقيقة. لذلك قد تلجأ المؤسسات الإعلامية للاستغناء عن بعض صحفيها، والاعتماد على برامج الدردشة التي باتت تهدد ملايين الوظائف حول العالم. ويمكن القول إن تسريح العاملين في بعض المجالات قد بدأ بالفعل. ومن أبرز الوظائف المهددة المؤلفون والمدونون والمترجمون ومهندسو البرمجيات وخبراء الأمن السيبراني ومصممو الجرافيك وغيرهم. وبينما لا نعلم الأضرار التي ستجلبها برامج الدردشة، إلا أن المؤكد أن رحلة الذكاء الاصطناعي لن تتوقف هنا، وستغير حياتنا بشكل لا يمكن تخيله.